اهلا بيكم معانا في قناة اكلة تريندي. النهاردة هنعمل لكم رز معمر، رز معمر باللحمة. هنحتاج ايه للرز؟ هنحتاج لتر حليب طبعا مغلي، هنحتاج نص كوباية زبدة، هنحتاج ملح، فلفل، نص كيلو لحمة متقطعة مكعبات، 4 كوبايات رز مصري. يلا بينا نبدأ. اول حاجه الرز، هنضيف عليه فلفل، معلقتين فلفل، وبعدين نبدا نرص اللحمه. الرز المعمر ده بيطلع طعمه حلو قوي قوي قوي. هنرص اللحمه، وبعدين هنحط عليها الملح والفلفل، معلقتين فلفل، هنحط الملح في الآخر للرز كله. هنضيف الرز، طبعا حطينا شوية ربع الرز تحت اللحمة، وبعدين 3/4 الرز فوق. هنحط الملح زي ما انتوا شايفين 4 معالق، وشوية فلفل حوالي معلقة زي ما انتوا شايفين، وبعدين الزبدة والبرام اللي احنا هنجهز فيه لازم يكون حوالي ربع فاضي. هنحط زيت الزيتون حوالي 1/4 كوباية، وبعدين اللبن لازم يكون مغلي على الآخر عشان اللحمة ما تطلعش دم. هنضيف اللبن كله زي ما انتوا شايفين، يبقى فيه في البرام حوالي 2 سنتي فاضيين. هندخله الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ساعة. زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي، طالع ايه بالهنا والشفا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.